معايا؟ اه طب ده كويس عشان برضو استوضاحا لموقف اللجنه الاولمبيه واستشعار الحرج للمره الرابعه استاذ ياسر فتحي المحامي الخاص بالنادي الاهلي. تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد. تحياتي ليك. ويمكن ده المره الرابعه تقريبا اللي بتسوف الموضوع شويه بالنسبه لموقف النادي الاهلي وصحه اجراءاته بالنسبه للائحه الخاصه للنادي الاهلي، ولا انا غلطان؟ ده رابع اعتذار بعد اعتذارات صدرت قبل كده من المحكم المعين من اللجنه الاولمبيه، ثم من رئيس لجنه تحقيق التحكيم، ثم المحكم المعين عن النادي الاهلي، ثم دلوقتي رئيس هيئه التحكيم تاني. وده مركز تحكيم الرياضي اللي المفروض القانون فرضه على كل الاطراف، ودي الحاله الوحيده في الدنيا اللي فيها التحكيم يكون مش اختيار وانما فرض. والمركز ده اللي صدر بشانه من حوالي 10 ايام حكم من محكمه القضاء الاداري بالمنصوره، قال ان هذا المركز بتركيبته دي برئاسه رئيس اللجنه الاولمبيه اللي اصبح رئيس المركز وبكيفيه اختيار الاعضاء والمحكمين وبالترتيبات الاداريه اللي جواه، ده لا يعد ان يكون لجنه اداريه داخل اللجنه الاولمبيه وليس جهه قضاء او تحكيم. والحقيقه طبعا احنا لما يبقى اعضاء الهيئات عمالين يعتذروا واحد ورا الثاني، وخاصه ان الهيئه الاخيره بشرت بالفعل الدعوه وانتهت منها وحجزتها الحكم، وبعدين فجاه نلاقي رئيس الهيئه بيعتذر، ده ياكد انه ظروف التحكيم وما تعرض له اعضاء هيئه التحكيم ورئيسها لا تدفعنا على الاطلاق للاطمئنان لاي قرار او حكم سيصدر في هذه المسألة. خاصه وان انا شفت بعيني داخل المركز فكره استقلالية مركز التحكيم عن اللجنة الأولمبية فكرة وهمية، وأمين عام اللجنة الأولمبية السكرتير العام بيدخل ويخرج زي ما هو عايز في المكان في داخل الجلسات. ايه اللي بيخلي حضرتك تقول كده يا فندم؟ ان هي يعني حاجة وهمية كده بالمنظر ده؟ لأني شايف زي ما بقول لحضرتك ناس ليهم صفات إدارية داخل اللجنة الأولمبية، حركتهم داخل مركز التحكيم حركة صاحب قرار. يدخل الجلسات بيقول كلام اللي هو عايزه برغم انه لا يجوز قانونا انه يتكلم غير هيئه التحكيم واعضاء الدفاع من الجانبين. شايف الموظفين بيحدد المواعيد، شايف الاجراءات ملهاش ضوابط حقيقيه. الحقيقه مركز التحكيم اللي فصل في حوالي 28 منازعه قبل القضيه رقم واحد لسنه واحد قضائيه عنده اللي هي قضيه النادي الاهلي. فصل بعديها في 28 والقضيه دي واقفه مكانها. احنا لا نشعر على الاطلاق بالاطمئنان لاي حكم هيصدر، ولا نشعر على الاطلاق بان مركز التحكيم يقوم بدور تحكيمي، وانما يقوم بدور ترتيبي لانه بيعطل الموضوع لحد ما تجرى الانتخابات ونبقى ما بين اختيارين صعبين، يا اما نقبل ان الانتخابات بحالتها باللائحه الغلط اجريت ونسكت، يا اما احنا نتسبب في اعاده الانتخابات تاني عن طريق الطعن عليها واستصدار احكام وقرارات. ونرجع لجزئيه احنا ما كناش حابينا، في كنا عمالين نقول يا رب قانون الرياضه يطلع عشان جزئيه البطلان دي تنتهي من الرياضه المصريه. بالظبط. طيب انا بس يعني فرصه وحضرتك متواجد، يعني هنقول ان امبارح كان لجنه التحكيم اصدرت قرار عشان اوضح بس للجمهور ان قبلت او قالت ان موقف الاهلي صحيح، كان ماذا سوف يحدث؟ لو قالت في دايما القرار بنطلب انه وما يترتب عليه من اثار. تمام. اذا قبلت طعن الاهلي ما يترتب عليه من اثار انه بتحدد ميعاد جديد للانتخابات خلال بعد 45 يوم اللي نص عليهم القانون، وتقول اجري الانتخابات بعد ال 45، فعمليا كانت هتتاجل انتخابات النادي الاهلي يعني حوالي شهر مثلا من دلوقتي. تمام. انما كانت هتجرى وعلى لائحه صحيحه ومستقر، اللي هي على لائحه النادي الاهلي اللي تم اقرارها من 15,000 عضو. بالظبط. تمام. لكن دلوقتي انت ما زلت بعد التاجيل المره الاخرى ده او التاجيل للمره الرابعه زي ما بتتكلم حضرتك ان ما زال فتح باب الترشح او فتح باب الانتخابات اللي اقر على اللائحه الاسترشاديه. بالتاكيد، خاصه وانه على ما يعاد تشكيل الهيئه او استكمالها على وجه الدقه. ده امر بالتاكيد هنتجاوز به الانتخابات. طيب يعني ايه الحل او ايه الحلول؟ هل ممكن النادي الاهلي يعني في ظل التخوف اللي حضرتك بتتكلم عليه يلجا الى الدوله، يلجا الى مجلس الوزراء، يلجا الى
الجزء اللي ممكن يكون اعلى من هذه الجزئيه، ولا الموضوع خلاص يعني بقى مع اللجنه الاولمبيه مش هتعرف تتعامل؟ محمد انا بعتقد انه احنا منتظرين شئنا ام ابينا عده حاجات. لازم كل المعنيين بالرياضه في مصر ينتظروا مجموع الطعون بعدم الدستوريه على عدد من المواد في قانون الرياضه ومنها ما يتعلق بمركز التحكيم الرياضي. وبالتالي انا لا اتوقع انه هذه الحاله من حالات الفصل في المنازعات هتستمر كتير. الحاجه الثانيه، النادي الاهلي طبعا رفض كل الاطراف لفكره عدم الفصل في المنازعه. لا، كل الاطراف اللي داخل النادي الاهلي بصرف النظر توجهاتهم واختياراتهم في الاشخاص سياساتهم، كل الاطراف داخل النادي الاهلي رافضه اللي بيحصل من اللجنه الاولمبيه. وهيحصل تصعيد بالفعل، لانه الساده اللي بيعتذروا من هيئات التحكيم كلهم في الاصل قضاه. فانتدابات القضاه وترشيحاتهم للهيئات التحكيم في جداول التحكيم في المراكز مساله وزاره العدل ليها علاقه بيها، والمجلس الاعلى للقضاء ليه علاقه بيها، واحنا هنصعد في هذا الاتجاه. لكن كمان باعتبار انه اللجنه الاولمبيه واحده من الجهات الاساسيه اللي نص عليها القانون، فاحنا هنلجا للجنه الاولمبيه الدوليه، ومفيش ادنى شك ان احنا هندفع وزاره الرياضه اما انها تطلع بدورها في التعامل مع البرلمان على القانون اللي ورطتنا فيه ده، يا اما تبقى هي بتتحمل المسؤوليه قدام الناس. انما احنا هنصعد بلا شك سواء فيما يخص وزاره الرياضه او فيما يخص اللجنه الاولمبيه الدوليه. لكن حتى الان احنا خلاص هنبقى متواجدين على اللائحه الاسترشاديه استاذ ياسر، و او الانتخابات سوف تقوم على هذه اللائحه الاسترشاديه. طب في حاله بقى ان الانتخابات اتعملت و خلاص يعني اتعملت وده قال لك ان موقف النادي الاهلي، وتم اختيار طبعا المجلس اللي هيكون موجود يعني بعد الانتخابات، ان موقف النادي الاهلي صحيح، ايه اللي بقى ممكن يحصل في حاله زي كده؟ اذا اجريت الانتخابات وده المتوقع على اللائحه الاسترشاديه، ولاي سبب من الاسباب شفنا اليوم اللي يفصل فيه في طعن النادي الاهلي، وطعن النادي الاهلي جاب لائحته الاصليه، كلنا مضطرين ان احنا نعيد الانتخابات. مساله ما فيهاش يعني مش لصالح حد معين، لكن هي ضد الكل. يعني ضرر محتم مش هيكون في حد صاحب مصلحه فيه غير اللي خد القرارات دي من اللجنه الاولمبيه. يعني احنا الواحد مش عارف برضو يعني يقول ايه في الموقف ده، لكن احنا النادي الاهلي ده نادي كبير، لا يمكن ابدا يعني ان يكون في عند في ان قلعه زي قلعه النادي الاهلي وتبقى انت عايز تعمل حاجه كويسه وتيجي من الناحيه الثانيه في عند فتاخد قرارات او تاخد موقف متعنت. اذن لي انا عايز بس اتفضل ولمشاهدينك على حاجه بسيطه. اتفضل. لائحه النادي الاهلي ان افادت او اضرت فهيبقى لاعضائه والمرشحين في مجلسه. والموقف اللي خدته اللجنه الاولمبيه بلا اختصاص، القانون حدد اختصاصات اللجنه الاولمبيه مش منها على الاطلاق، لا النظر في اجراءات التصويت ولا مراجعتها، ولذلك بيحصل هذا التاجيل حتى لا يحسم الامر. انما النادي الاهلي اللي هو اكبر انا طبعا ما اقصدش انه اكبر بين الانديه، كل الانديه كبيره، انما هو اكبر مؤسسه رياضيه في الشرق الاوسط سواء افريقيا او عربيا. لما تيجي اللجنه الاولمبيه وتتشبث بهذه الصوره، ما هو وجه المصلحه العامه زي ما تفضلت؟ المصلحه العامه مش موجوده، لانه تامين هذا الكيان الرياضي الضخم هو الاوجب. صحيح. ما هي المصلحه للناس اللي جوه النادي؟ يقينا مفيش. هذه الصوره معناها ان الغرض من قانون الرياضه وهو اخراج الرياضه من قبضة الدولة، خرج بيها من قبضة الدولة، حطها في ايد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية، وده عكس ما ورد بالميثاق الاولمبي وعكس ما قالته اللجنة الاولمبية الدولية، والرياضة كده هيتحكم فيها مجلس ادارة اللجنة الاولمبية، انما حتى مش الدولة. ان شاء الله يعني نتمنى ان يعني نادي الاهلي نادي كبير، وفي نفس الوقت زي ما بتقول حضرتك هو قلعة رياضية يعني اعتقد بيعتمد عليها او بتعتمد عليها الرياضه المصريه في اخراج
عدد كبير من الابطال، سواء بقى في الابطال الاولمبيين او الفرق اللي بترفع اسم مصر في كل حته. طبعا يعني زي ما بنقول الاهلي صاحب السعاده، نتمنى ان ما يبقاش في ابدا هدف من هزه هذا الكيان الكبير. استاذ ياسر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لتوضيح امور كتير ممكن تكون خاصه بهذه الجزئيه، لان النادي الاهلي لما اتخذ موقف